انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز ايه؟ انا عايز احكي كلمتين. روح، ازيك يا روح؟ اوعى تقرب مني، انت مش جوزي، انت بلاش حكم عليا. انا مش عايز منك حاجه ولا جاي عشانك. امال عايز ايه؟ انا تحت امرك، انا هشهد انا قتلت عمتي، بس كل شيء بثمن. يعني ايه؟ يعني قصاد ما انا هشهد انها قتلت عمتي، الفلوس دي هتديها لصديق اخويا. وندي صديق فلوس ليه وانت كده كده هتتحبس والتهمه لابساك؟ لا، ما انا لما اشهد واعترف هريحك بقى من الدوشه دي كلها، وكمان تبقى خلصت مني ومن صديق اخويا وقفلت ملف القضيه. وانا ايه اللي يضمنني ان انت ما ترجعش في كلامك؟ لا، ما انا خلاص مش عايز اعيش في الدنيا دي اكتر من كده. شغل الله هلا على الجد، وجد الله هلا عليه. هخليه يحكم باللي انت عايزاه ويطلعك ليكي حق ومظلومه، بس بشرط اشهدي تعملي اللي اقول عليه بالحرف. ايدك دي، ايدك دي. وامك سيبيها عليا، مش عايزه اوجع دماغ. مش هتسمعي صوتها بعد النهارده. وجبريل مش هيحكم غير باللي تقولي عليه. ماشي، هنشوف. هتقول ايه؟ هقول انا قتلتها. وروح كانت معاك شاهدة عليك. ده حتى جريت ورايا عشان تحوشني وما عرفتش. تمام، يلا بقى ورينا همتك وانا عندي وعدي. كام؟ اللي اتفقنا عليه. لا، ما انا عايز اسمعها تاني. 2 مليون. ايه؟ امال اتفقنا على كام؟ 3 مليون. مش هكسر لك كلمة، 3 مليون. وانا؟ انت ايه؟ انا هاخد ايه من الليلة دي؟ هروح واشهد ونيابة ومحاكم عشان اطلعكم من الهم اللي انتوا فيه ده؟ هطلع بايه انا ان شاء الله؟ كفاية ان انت عايشة معي. لا، انا عاوز اعرف راسي من رجلي. هي الفلوس حلوه قوي كده يا روح؟ حلو، واحلى حاجه في الدنيا كمان. هو البني ادم ايه غير لقمه ياكلها وهدمه يلبسها وقرش في جيبه يحميه من غدر الزمن؟ هو غدر بني ادمين؟ فلوس بقى بتحمي منه. فلوس بتحمي من كل حاجه. فلوس هي العزوه للي ملوش ظهر وملوش سند وملوش اهل. فلوس هي النفس اللي بيدخل وبيخرج. كنتش عارف ان الفلوس حلوه قوي كده. واديك عرفت. المهم، الفلوس دي هتديها لصديق، بعد كده اروح انفذ الاتفاق. لا حدر، تعمل الاول وبعدين تاخد فلوس. انا ما بشتريش سمك في ميه. ولا انا كمان. انا مش عارف من هنا لما اخد حقي. ماشي يا ابو المكان. اتفضل. اطمنت؟ ايوه. على فكره انا ممكن اوقف الشيك ده في اي وقت لو حسيت بغدر. كنتش جيت لك من الاول يا عمي، قصدي يا مراد بيه.